بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, আমরা আবারও শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মশক এ তিলাওয়াত। আজকে আমরা যে সুরাটি তেলাওয়াত করব, সুরাতুল বাকারার 3 নম্বর রুকু, এবং আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত আছেন আবিলউদ্দিন খান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يضرب
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يقطعون
طلبي أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الذين ينقضون عهد الله
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
সদকাল্লাহুল আযীম।